أستاذة ألو سفيانة. ألو، السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. دلوقتي حضرتك أنا عايز أخد رأي حضرتك في حاجة. اتفضلي. حضرتك أنا مخطوبة بقالي 3 سنين، تمام، وخطيبي كل شوية بحالي، وبيعرف عليا حريم وبنات وبيكلمهم، وكل ما يشوف واحدة قدامه يتقلب عليا ويحطني على الحظر، ما يكلمنيش، يقفل لي التليفون طول ما هو معاهم. فرق السن بينكم كام سنة؟ هو أكبر مني بسنة، أنا عندي 30 سنة، هو 31، ماشي في 32. طيب. وغير كده وكده حضرتك، هو أنا ما كدبتش عليه في أول بداية قبل ما يخطبني، وحتى أهلي وبابا وماما ما كدبوش عليه في حاجة. قالوا لي أنا مش ما كملتش تعليمي بسبب ظروف معينة. وجي دلوقتي كل شوية عاير فيا إن أنا مش مكملة تعليمي، هعلم أولادي إزاي؟ كل شوية يوجع فيا الكلام. أنا كنت شغالة الأول، حضرتك هو قعدني من شغلي، قال أنا ما بحبش حريم يعني تشتغل، وقعدي وأنا أنت مسؤولة مني ومنظومة مني. فحضرتك كل ما يجيب لي حاجة حاسسني إن هو يعني بيتصدق عليا، مش عارفة، مش مخليني عارفة إن أنا أتحرك، إن أنا أدور على حد يساعدني بحاجة، أو إن أنا أعمل حاجة. ومنعني عن أهلي، حسني عن أهلي، وخلي أصل مقاطعني عنهم، ومقاطعني حتى عن صحابي. عنده هو كل حاجة، هي أهم حاجة عنده إن كل ما يشوف مثلا حد من زمايله قال حاجة أو اتكلم في حاجة، أو حد من زمايله عنده مشكلة، هبقى أنا زي الشخص اللي مع زميله. صح. أيوه. طيب يعني لسه كانت مع واحد زميله كان بيتكلم على مراته وبتعمل 1 2 3، فقال لي انت هتعملي كده. طيب احنا ما يعني احنا مش ضاغطين عليه في حاجه، انا قبلها بظروفه، قبلها بوضعه اللي هو فيه، واحنا الناس بتوع ربنا. طب بسالك سؤال يا استاذه سفيانه، وانت قاعده معاه ممكن تلاقيه اتضايق وضحك في نفس الوقت بشكل كده مش طبيعي؟ لا خالص، يعني هو مش على طول. طيب الكلام ده بيحصل معاه على طول؟ الكلام اللي بيحصل معاه دوت بيحصل معاه في اوقات معينه، انتوا بقالكم 3 سنين، يعني بيحصل في اوقات الشتاء، بيحصل في اوقات ولا هو دوت بيحصل معاه على طول؟ ده هو كده لوحده. يعني حتى مثلا لما بقول له انا عايزه مثلا انزل هجيب حاجه، لا تنزليش. طيب انت قد ايه اللي هو بيقوله ده انت فاهماه ان هو غيره، ولا انت فاهماه بان هو يعني انت قد ايه قادر تتحملي ده دلوقتي؟ هو انا يا شيخ انا شاكه ان هو لما حاسس ان انا يعني لما حبيته، وهو عارف ان هو اول شخص واخر شخص في حياتي اللي انا احبه بالطريقه دي، او اسمع كلامه او اطوعه، بس ده تربيتنا. يعني انا فعلا حبيته، انا مش هكدب في حاجه زي دي، لكن انا فعلا حبيته. كويس. بس انا بسالك، انا عايزه اعود في نفس الوقت، عايزه اعود نفسي بطبعه وباسلوبه عشان ما اتعبش بعد الجواز. طيب خليني بس اقول لحضرتك، اتفضل حضرتك، ان زوج حضرتك عشان يتغير محتاج يعني حاجه ضخمه جدا جدا، يعني مش زوجك، يا خطيبك عشان يتغير محتاج حاجه ضخمه جدا جدا جدا. هو على الاقل عنده 5 6 مفاهيم اللي انت قلتيه دلوقتي، عنده 5 6 مفاهيم معيقه. احنا ليه بنتكلم دلوقتي ان انت مخطوبه؟ انا مش بكلمك هو انت متجوزه دلوقتي، انت ومخطوبه، فانت لازم تعرفي ان في مفاهيم معيقه. يعني مثلا هو عنده فكره سوء الظن والتفكير الاسود النابع من تعميم المواقف السلبيه، ده واضح جدا جدا جدا، لانه اول ما بيشوف موقف سلبي في اي حته بيروح مطبقه عليكي. فالكلام ده هيحصل بعد كده، هيبتدي بقى بوادر ممكن انت هتفهميها شك، هو بيفهمها ان هو بيحذرك ان هو بيعمل كده، قد يتطور الامر الى مساله الشك بلا شك ان ده ممكن يحصل. يبقى اذا الحاجه، بس ادي بند واحد من ال6 بنود اللي انا قلت لك عليها، ان انا سامعك كنت بحللهم. اول بند ان هو ببساطه خالص الشخص ببساطه بيعمم المواقف السلبيه. طيب انا فاهم، وانا سالتك سؤال انت قد ايه موقفك من التمسك بيه، قلت لي بحبه، بس المواقف دي بعد كده مش هتقل، احتمال تزيد. هو بيفهم ان الحب حب تملك، انت عليكي ان انت تتماهي فيه، ومساله ان انت كمان بتحبيه هيساعده على ان هو يحصل ده.
الحاجه الثالثه كمان ان هو للاسف مش مقتنع بيكي اقتناعا كاملا. ليه؟ لانه شايف مساله عدم اكمالك اللي انت بتقولي دايما بيعايرني. انا طبعا براعي شويتين ثلاثه مبالغه المبالغه اللي ممكن تكون سببها الحساسيه اللي عندك تجاه المواقف اللي هو بيعملها، بس انا بقول ان انت مقدره الموقف صح وبتعملي وبتعرضيه بشكل كامل. فهو كمان دوت كمان هيفضل موجود عنده بما انه راح انتقل من فكره ان انت ما تعلمت كملتيش تعليمك وراح عامل كمان انعكاس لده على مساله تربيه الاولاد. اذا ده هيفضل معاه وهيتعامل معاك على ان عقليتك عقليه مش ناضجه، هيتعامل معاكي بانك انت شخص ساذج. كمان هيتعامل معاكي كمان بانك انت مش واضح جدا جدا ان انت حاسه ان هو بيتعامل معاكي ان انت مش امراه كامله، ولعشان ذلك بيبص على ستات. اذا انا شايف ان انت لازم تقعدي قعده حقيقيه مع خطيبك ده وتقولي له والله انا عندي الكلام دوت واحنا مش هنقدر نكون فاهمين بعض بالطريقه دي، تعالى نقعد ونفهم بعض بطريقه صحيحه. لازم يبقى في مصارحه. اللي انت بتقوليه دوت ده واحده ابتدى يفيض بيها. صحيح انت بتحبيه لكن الحب مش قادر يتحمل ده، والدليل على ذلك ان انت مباشره رحت متصله بيا. فانا بقول لك الاصل في ده ان احنا نقعد ونتكلم، لان اللي انت بتقوليه ده مش هيتغير لوحده، لازم يتغير بقرار من خطيبك. فخطيبك لازم يفهم ان الكلام ده مش مناسب. طبعا انا عارف ان انت خايفه ان انت لما تواجهيه وتقولي له الكلام ده هيقول لك مش عاجبك خلاص. اذا يا ساده لابد ان احنا نكون مع بعض واضحين عشان نقدر نكون سعداء دائما.